خلونا بقى نتعرف على المزيد من التفاصيل حول حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع ده إن شاء الله. أنا معي على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الفل على حضرتك وأهلا بيكي معانا. صباح الفل على حضرتك أستاذ كريم، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. يا ترى متوقع الأسبوع ده إن شاء الله الحالة الجوية هتكون عاملة إزاي، ولا سيما إن إحنا الأسبوع اللي فات كان فيه أبس أند داونز كتيرة وبشكل ملحوظ، يعني حار جدا بالنهار وساعات شديد البرودة ليلا، فهل الوضع ده هيستمر معانا؟ بالفعل، يمكن إحنا خلال الأيام الماضية تقريبا الأسبوع الماضي كان فيرست داونز في الحرارة، وخاصة كمان فترات الليل حسينا بالبروده خلال فترات الليل. يمكن احنا من امس واول امس بدانا نتاثر بالكتل الهوائيه الشماليه القادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي بتؤدي لانخفاض درجات الحراره خلال فتره النهار، وكمان درجات الحراره تعتبر اقل من المعدلات الطبيعيه بحوالي من درجتين لثلاث درجات، لان احنا بنسجل درجات حراره ما بين 28 ل 27 درجه مئويه بالنسبة للقاهرة الكبرى. كمان بيأثر علينا منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، بيحرق جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم، فبالتالي بيساعد بشكل كبير على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة فترة النهار. انخفاض درجات الحرارة ده متوقع إنه يستمر معانا حتى يوم الثلاثاء القادم بإذن الله، يعني لحد يوم الثلاث متوسط درجات حرارة على القاهرة الكبرى 27-28 درجة مئوية، وتعتبر الأجواء مائلة للحرارة ربيعية فترة النهار. فترات الليل وخاصة في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر مع غياب أشعة الشمس بيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. بالفعل الصغرى فترة الليل بتنخفض ل 15 و16 درجة مئوية، خاصة كمان مع وجود نشاط للرياح. نشاط الرياح ده بنحس بيه فترات المساء ساعات المغرب، استمر معانا فترات الليل، بيساعد بشكل كبير على إحساسنا بالبرودة خلال فترة الليل. يمكن فرص الامطار اللي بنتكلم عليها اليوم وغدا هي فرص امطار خفيفه على بعض المناطق من السواحل الشماليه، ودي المحافظات المطله على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. من يوم الاربع تبدا الكتل الهوائيه الصحراويه تاثر علينا، فبالتالي مع يوم الاربع هيكون في ارتفاع طفيف في درجات الحراره، يعني الاربع والخميس والجمعه متوقع ان العظمى على القاهره الكبرى تتجاوز ال 30 وتوصل ل 32-33 درجه مئويه بالنسبه للقاهره الكبرى. فنحس بارتفاع درجات الحراره فتره النهار، وايضا فتره الليل هيحصل فيها تحسن نوعا ما في درجات الحراره، لكن احنا بناكد على كل الساده المشاهدين مفيش مشكله تماما تخفيف الملابس خلال فتره النهار. اللي هناكد عليه فترات الليل لسه بلاش الملابس الصيفيه بشكل كامل، خلينا في الملابس الربيعيه اللي هي بتبقى قطعتين من الملابس، لان لسه في بروده في الجو ولسه في بعض التقلبات الجويه ممكن نشوفها في شهر مايو. لحد نهايه شهر مايو لسه في تقلبات بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحراره، فبلاش الملابس الصيفيه خلال الوقت ده من السنه، خاصه فترات الليل الطلبه وهم رايحين المدارس فتره الصباح. تمام. وعلى ذكر الاجواء الربيعيه يا دكتوره منار، يعني لاحظنا كلنا ان اخر كام سنه ما بيجي فصل الربيع بتوصل درجات الحراره لما هو ابعد واعلى بكتير من حتى الصيف في عزه، فدي ظاهره عاديه ولا دي برضو حاجه نتجت عن التغير المناخي الى اخره؟ لا بالفعل، احنا دايما متعودين ان احنا في فصل الربيع بنسجل اعلى درجه حراره على مدار العام كله، لان فصل الربيع دايما بنتاثر بالمنخفضات الصحراويه، المنخفضات الخماسينيه اللي بتبقى جايه من الصحراء الغربيه، فبالتالي بتؤدي للارتفاع الكبير في درجات الحراره، موجه ارتفاع كبيره في درجات الحراره احيانا بتتجاوز ال 45 درجه مئويه في بعض. صحيح صحيح، لكن نسب الرطوبه بتكون منخفضه في الربيع بشكل كبير، لان كتل الهواء جايه من على الصحراء. في الصيف نسب الرطوبه بتكون مرتفعه، فبالتالي بنحس بالحراره اكثر في الصيف عن فصل الربيع، لكن بالفعل الربيع بنسجل اعلى درجه حراره على مدار العام كله، وده ما احنا متعودين عليه دايما بسبب المنخفضات الخماسيه. يمكن متعودين عليه في اخر كام سنه، لكن كان زمان الربيع ربيع، اجواء جميله جدا، ده اللي غنت لها سعاد حسني، لكن يعني كان زمان حتى الشتاء كان زمان اقل قسوه بكتير مما هو عليه دلوقتي، والصيف كان كدرجات حراره وحتى كنسبه رطوبه كان ارحم بكتير مما هو عليه دلوقتي. هو احنا دايما بنتكلم ان ربيع جمهوريه مصر العربيه هو فصل الخريف مش فصل الربيع تماما، لان احنا فصل الربيع يمكن النص الاول من الربيع بيبقى لسه في بعض سمات فصل الشتاء
فبالفعل بدايته بتبقى الاجواء في ربيعيه تماما، لكن مع النص الثاني واحنا في شهر 5 او شهر 6 تبدا درجات الحراره ترتفع بالشكل الكبير، فعشان كده بنحس بالحراره. يمكن احنا ما بنحسش بالربيع قوي غير في النص الاول لان درجات الحراره لسه ما ارتفعتش بالشكل الكبير، لكن الربيع الحقيقي في جمهوريه مصر العربيه هو فصل الخريف لان معظمه بتبقى درجات الحراره صحيح. معتدله ما فيهاش ارتفاعات كبيره في درجات الحراره. جميل، انا شاكر لحضرتك شكر جزيل على وجودك معانا، نورتينا وشرفتينا في حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي دكتوره منار، شكرا لحضرتك.